في البداية كنرحبوا بسي بوفدام رئيس تحرير جريدة بلاد تي في. احنا اليوم كنتواجدوا في اليوم الأخير ديال ملتقى مسرح الهوات اللي كتنظم جمعية شباب المغرب بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة بمديونة وكذلك جمعية مولاي إدريس. هذا الملتقى اللي ارتأت من خلاله جمعية شباب المغرب أنها تعطي واحد الفرصة لواحد المجموعة ديال الشباب باش يبينوا القدرات تاعهم والمؤهلات تاعهم في المجال الفني وبالخصوص المجال المسرحي. من طبيعة الحال الافتتاح كان الأربعاء واستمتعوا الجمهور بأربعة ديال العروض اللي كانت عروض متميزة. الجميل في هذا الملتقى هو أنه كيجمع ما بين الأطفال والشباب والكبار وكذلك كيجمع الهواة مع الرواد ديال المسرح. واليوم إن شاء الله غادي يتم تكريم واحد القامات فنية، قامات مسرحية اللي هما السي عبد المجيد شاكير، الدكتور عبد المجيد شاكير، الأستاذ رائد المسرح الثالث السي المسكين الصغير، وردة إبراهيم مخرج، عبد الكريم برشيد ومن لا يعرفه غفار محمد، ومرشيد حميد اللي عنده مدرسة ديال المسرح اللي خاصة بتكوين الشباب. هذا الملتقى اللي جاء ثمرة لواحد العمل المتواصل لأطر الجمعية في المجال الثقافي والمجال الفني، وكان الهدف ديالنا هو تنظيم واحد الملتقى شبه جهوي كيضم مجموعة من الفرق اللي كتنشط على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، من مدينة الدار البيضاء، من إقليم ديونة، وحتى من مدينة سطات. واليوم العرض اللي غادي تحضروا ليه إن شاء الله هو عرض ديال فرقة تياترون من مدينة سطات تحت عنوان كلينفوبيا. إضافة لهذا غادي نكونوا مع موعد واحد الحفل تكريمي، حفل كبير يضم أهرامات المسرح المغربي، انطلاقا من الكبير عبد الكريم برشيد، ثم الأستاذ عبد المجيد شاكير، المخرج إبراهيم وردة، كذلك بعض الوجوه الفنية المعروفة في الساحة الفنية المغربية، منهم فنان حميد مرشيد، منهم فنان محمد غفار، وللكتابة كذلك سطور معنا اليوم مع الكاتب المسرحي السي المسكيني الصغير ابن إقليم مديونة. إذا هذا العرض المتنوع غنكونوا على موعد معاه اليوم إن شاء الله يوم السبت ابتداء من الساعة 6 مساء بدار شباب مديونة، وبحضور مجموعة من المثقفين والفاعلين الجمعويين بالمنطقة وكذلك بإقليم مديونة، من أجل تحفيز الشباب على الممارسة الجمعوية وكذلك على الممارسة الثقافية. طبعا هذه فرصة مهمة جدا بالنسبة للجميع الفنانين، خصوصا أن الإخوة في جمعية شباب المغرب يعني فكروا في ما يسمى بمسرح الهوات، لأن مسرح الهوات واحد الركيزة، واحد القاعدة جميلة جدا لكل الفنانين والكتاب والمسرحيين والمشخصين إلى آخره. وهذه فرصة أمام الشباب لكي يتعلم ويشوف التجارب الشبابية، هذا في حد ذاته مهم. أما بالنسبة للتكريم بطبيعة الحال هذا شرف لكل الإخوة الذين ساهموا أو الذين سيساهمون في المستقبل، نوع من الاعتراف الأدبي والفني بالنسبة لكل الذين يشرفونهم أو تشرفونهم هذه الجمعية. نتمنى إن شاء الله هذا النوع من الاستمرار، لأن قضية ديال الهوات كقاعدة جميلة ومهمة، يعني قضية الاعتراف بما قدمه الآخرون للشباب والمسرح المغربي بشكل عام، لأن خص الاعتراف يكون رسمي. الاعتراف من طرف الشباب عن طريق الجمعية قد يشوبوا نوع من التقصير، ولكن الاعتراف الرسمي من الجهات المسؤولة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة أخرى، يجب أن تكون تلتفت إلى هذه التجارب وإلى ما أعطت. هناك كتاب عندهم كتب كثيرة جدا يعني أنتجها هؤلاء الذين مارسوا مسرح الهوات
هذه أكثر من 40 سنة. السلام عليكم، معكم أيمن أعريف، رئيس فرقة تياترون للمسرح مدينة سطات ومخرج العرض المسرحي كلين فوبيا. جينا اليوم لمدينة مديونة باش نشاركوا بالعرض ديالنا كلين فوبيا ضمن فعاليات ملتقى مديونة للمسرح الهوات. هذا الملتقى اللي لم شمل الفرق ديال الهوات على الصعيد الجهوي. جينا اليوم ان شاء الله باش نعرضوا العرض ديالنا اللي كيحمل مجموعه من الرسائل اللي تلامس قضايا المجتمع وقضايا الشباب بشكل على وجه الخصوص. العرض كلين فوبيا هو قصه واحد الشباب التي تحدوهم رغبه الوصول للاحلام ديالهم المنشوده العالقه بين ايادي الضيع والتيه. هاد الاشخاص اللي كيعيشوا في واحد المكان نقدروا نقولوا مغلق ومفتوح في اين واحد، اللي من خلاله كيمروا مجموعه من الرسائل. العرض ديالنا هو من تاليف الفنان ياسين ابو الخير، اخراج عبد الربيه، وسينوغرافيا رشيد ايوب، وملابس الاخت وصال رفيق.